يلجؤون إلى عمليات التجميل. أنا دائما مع عمليات التجميل، لكن بنفس الوقت هنالك الشيء المهم والأهم من كل العمليات اللي ممكن أنه نقوم بها اليوم. إذا كنا إحنا أشخاص حابين أنه نجمل نفسنا دائما، نظهر بأجمل صورة حسب ما إحنا شايفين جميل، لكن الأهم من كل هذا أنه نكون إحنا من داخلنا جميلين، من داخلنا ممكن أن نكون خالين من هذه العيوب، لأنه بالنهاية مهما كان الإنسان وصل إلى مرحلة الجمال أو ممكن الكمال بوجهه أو ممكن بشكله، لكن يبقى جمال الروح هو اللي طاغي. وهذا دليل أنه كثير من الأشخاص إحنا نشوفهم في بعض الأحيان يكونون هم يمتلكون رب العالمين ناعم عليهم بنعمة الجمال، لكن ما نقدر نحبهم، نقول حس إن هم ما يدخلون قلبنا. ليش؟ لأنه ممكن أن يكون أكو شائبة أو شيء معين بأنفسهم أو بداخلهم ما نقدر إنه إحنا نستقبله. وهذه من الأمور المهمة اللي لابد أنه إحنا نعمل عليه دائما، نحاول قدر المستطاع أنه الأشياء اللي إحنا شايفيها غير جميلة بداخلنا نجملها أكثر من خلال قراءة الأمور، الكتب ممكن في بعض الأحيان اللي هي تحسن الكثير من العقد اللي إحنا ممكن مارين بها بأيام الطفولة أو الصدمات اللي مارينا بها بحياتنا، وبالتالي هذه التراكمات ممكن أنه تجعل من بعض الأشخاص أشخاص هم غير جميلين من الداخل. لكن باللون الأخير صار الإقبال جدا كبير على عمليات التجميل، سواء كان ممكن الرجال والنساء بنفس الوقت. احنا ممكن قبل كنا نستغرب نقول شلون رجال مسوي عملية تجميل، لكن بالآونة الأخيرة صار جدا طبيعي نشوف انه هو دائما يعني كثير من الرجال يحاولون انه هم يكونون بمظهر أجمل، سواء اللي يكون عندهم الكثير من التجاعيد بالوجه، ممكن شكل الأنف يكون غير مقبول، ممكن بعض الأشخاص اللي عملوا حوادث بالتالي أصبحوا يلجؤون إلى هذه العمليات كرجال. أما النساء بالتأكيد النساء دائما تحب أن تكون هي جميلة، لأنه بالتالي هذه هي الغريزة الأنثوية اللي تكون موجودة عند كل امرأة. لكن المهم أنه إحنا نختار الدكتور أو الدكتورة الصح اللي إحنا ممكن أن نكون مرتاحين نفسيا اتجاههم. أنا دائما أقولها، يعني ممكن مثلا لما صديقاتي أو الأصدقاء يحاولون أنه يستشيروني أو يسألوني عن دكتور معين أكون مثلا جربته أو ممكن أعرفه، فبالتالي أقولهم مو مهم أنه هذا الدكتور إشقد ممكن أنه مسوي عمليات حلوة أو ممكن إشقد عنده متابعين، المهم أنه نفسيا المريض يرتاح مع الدكتور، لأنه بالتالي هذا الكونكت اللي يصير ما بين المريض وما بين الدكتور ضروري ومهم جدا على النتيجة اللي ممكن أن نشوفها. لأنه اليوم ممكن أكون أنا غير ما مقتنعة بدكتور معين، فأي شيء راح يسوي راح أشوفه بعدين هو ما حلو، راح أشوف أنه بي أخطاء هواية، عكس الشيء اللي أكون أنا أساسا مقتنعة به. فبالتالي ضروري جدا أنه إحنا يكون أي شخص ممكن أنه يريد يسوي عملية تجميلية معينة خلي يشوف أكثر من دكتور، ممكن أنه أكثر من 5 أطباء أو ممكن في بعض الأحيان أكثر من هذا العدد، أنه ضروري جدا أنه إحنا نوصل إلى قناعة نفسية أنه هذا الدكتور إيه راح يسوي لي الشيء اللي أنا أريده أو الشكل الحلو اللي أنا حابته.